عزب رئيس الفريق العلمي لتربيه وانتاج وتقييم طفرات الامن، واحنا فريق مكون من اساتذتنا الكبار استاذنا الدكتور عبد الشافي رجب، استاذنا الدكتور صبيح السيد سليمان، انا خالد فؤاد العزب، دكتور محمد حسين عياد، دكتور محمد احمد بسيوني، دكتور محمد احمد عفيفي، دكتور ابراهيم اسامي، الدكتور محمد عبد الرازق عبد العليم، كلنا في تخصصات مختلفة، دكتور محمد علي محمد علي، احنا كلنا تخصصات مختلفة، تخصصات وراثة، تخصصات تربية، تخصصات فسيولوجي، تخصصات صفات تكنولوجية، أمراض، فاحنا كلنا الفريق كله الحمد لله متكامل علشان إن احنا يعني وابتدينا البرنامج بتاعنا من أكتر من 15 سنة، عرضنا بعض البذور اللي موجودة من الأصناف المحلية لجمري، وبناء عليه عملنا تباينات وراثيه، التباينات الوراثيه اللي موجوده دي انتخبنا منها الطفرات اللي حضراتكم شايفينها انها موجوده في 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 الفيل. الحمد لله الطفرات اللي موجوده دي بتتميز بان في طفرات منها مبكره، وفي طفرات بتتحمل الجفاف والحراره العاليه، وفي طفرات فيها صفه طول السنبله، وده كله هيبان مع الكاميرات ان شاء الله، هنوريكم الطفرات اللي موجوده. وكل الطفرات اللي موجوده عندنا الحمد لله الحمد لله اللي احنا حصدناها مديانا انتاجيه عاليه، ويعني متوسط انتاج 28 ارداب بالفدان، وتجاوزنا ال 32 و33 ارداب بالنسبه للقياسات اللي احنا خدناها للطفرات اللي تم الحصاد ليها.